بسم الله والابن والرسول كنا المرة اللي فاتت بنتكلم عن حياة المتى، وبعدين انا قصدت ناخد سفر اعمال الرسل كنموذج حي للتلمذة. اولا الرسل كلهم كانوا تلاميذ، حتى في اختيار المكياس اشترط ان هو يكون شاف المسيح بنفسه وتتلمذ عليه، ده في اختيار المسيح. ثانيا بيقول سفر الاعمال ان التلاميذ دعي مسيحيين في انطاكيا اولا، يعني كل واحد كان بالنسبه للمسيح تلميذ، وكلمه مسيحي دي جت ايه متأخرة يعني. اعمال 11 آية 26، وحتى ما التلاميذ بعديها على طول برضو حسب ما تيسر لكل واحد منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية. اعمال 11 آية 26. انا هاخد حياة بولس الرسول كنموذج حي يعني كويس لذيذ يعني. ثالثا في حياة بولس الرسول، نمرة واحد هو تتلمذ على المسيح شخصيا، لم يستشر لحما ولا دما، بل انطلق إلى العربية ثم رجع إلى دمشق بعد 3 سنين، ثم بعد 3 سنين صعد إلى أورشليم، ثم رجع إلى دمشق. أنا أعتقد إن هو يمكن صحراء سيناء. صحراء الشام. يعني لا يصل المملكة العربية للقرية. لا طبعا. يعني هو حتى لما كان بيتكلم عن هاجر يقول هاجر التي من سيناء العربية يعني. فهو في ذهن بولس الرسول إن هاجر رمز سيناء. وهي كانت اللي هي العربية، أو زي ما يقول الأستاذ محفوظ صحراء في الشام. أي صحراء بقى؟ لما ما هيش العربية المعنى. لا طبعا لا طبعا الموضع مرحبا تعالى في القصة اسمحني لأسف روضة تانية. في اعتراض على المدير اعتراض أو قيل في بعض المعارف إنه تطرعوا في اختيار النبيل اليهودة فلازم يستنهم لما تحل الرب القدس عليهم. فعلى ذلك يعتبر بول هو الرسول الثاني عشر. طب وليه ما يكونوش اختاروه بإرشاد الروح القدس حتى لو الروح القدس محلش؟ والروح القدس ما كان عامل في الأنبياء من العهد القديم يعني. وبعدين هم صلوا وألقوا قرعة واختاروا مكياس، فطبعا بالروح القدس. إنما الحلول بتاع روح القدس في يوم 50 ده حدث مش عاوز أسميه تاريخي، لا حدث أساسي في جذر الكنيسة، هو نشأة الكنيسة الجديدة يعني. ده ما تقول ميلاد الكنيسة الجديدة. ثاني هو قال لهم إن أنتم ستعمدون من روح القدس، يعني هم ما تعمدوش التلاميذ غير يوم اللي 50 العماد بتاعهم كان يوم 50. المواهب يعني هقعد أقول هو يوم ميلاد الكنيسة. ثم بعد 3 سنين صعد إلى أورشليم. دي في غلطية 1:16-18، غلطية 1:16-18. نمرة 2 في الرحلة الأولى، أنا هقول الآيات بسرعة كده وأنت بقى جمعها ورتبها. فبشر في تلك المدينة اللي هي دربة وتلمذ كثيرين. يعني في فرق بين التبشير واضح هنا، في فرق بين الايه تلمذ. وتلمذ كثيرين ثم رجع الى لسترا. وتلمذ كثيرين ثم رجع طبعا هو وبرنابا الى لسترا وايقونية وانطاكيا يشددان انفس التلاميذ نقط كده، وانتخبوا لهم قصوصا في كل كنيسة
أعمال 14 21 23 يعني ما اكتفوش ان هم بشروا في تدربة والاسترة وعلمهم الى اخره، لكن كان يهمهم جدا ان يكون لهم ايه؟ تلاميذ. حلوة كلمة تلمذة كثير، ورجعوا شددوا انفس الايه؟ التلاميذ. وكل واحد بيعمل بالمسيح ده اسمه ايه؟ تلميذ. في الرحلة الثانية نمرة واحد، الرحلة الثانية اصلا اساسها مين يعرف اساسها ايه؟ الرحلة الثانية يعني هو ليه فكروا في الرحلة الثانية؟ ده هو بولس بيقول ايه؟ لنرجع ونفتقد. يبقى الرحلة الثانية رحلة افتقاد، يعني هو فكروا يعني الخلاف اللي كان يعني بعد قبل ما يفترق هو وبرنابة، هو راجع عشان يفتقد اخواته اللي ايه؟ اللي بشره. اساسها الافتقاد، لان التلمذة تحتاج الى ايه؟ افتقاد ومتابعة. لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة، اعمال 15-26. يعني الافتقاد واضح هنا ان هو ايه؟ متابعة لتلاميذ، هو تلمسهم فرجع يطمن عليهم. نمرة اثنين، التلمذة تستدعي اكتشاف المواهب. يعني وانا ليا تلاميذ اكتشف واحد فيه موهبه كويسه ايه؟ انميها. ثم وصل الى دربة واذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. انت عارف بقيه القصه بقى. اسمه تيموثاوس 16 ايه 1. انت عارف اختاروا ليه؟ طبعا اختاروا ليه؟ ها؟ أعرف الكتاب وعنده إيمان، لقى شخص عنده الإيمان اللي أودعته فيه أمه لويس وجدته وفيه، لقى شخص يعني عنده إيمان كبير، فقال الشخص ده يصلح للإيه؟ للخدمة. فشوف عين بولس كده بإرشاد الروح القدس بتفرز وتختار النفس الإيه؟ الكويسة تحطها. ففي ظهور جميلة في الكنيسة بمتابعة بسيطة تتفتح وتبقى إيه؟ خامات ممتازة. نمرة ثلاثة برضو في الرحلة الثانية، ليديا بائعة الأرجوان 16-15. دي ذهب لبيتها وخلى بيتها يبقى ايه؟ كنيسة. نمرة أربعة، لما راح أثينا البلد الهيصة دي تتلمذ عليه ناس مهمين، منهم ديونيسيوس الأريوباغي 17-34. يعني انت تتخيل كده ان بولس ده يعني بشر في كل اسيا الصغرى واوروبا والحته دي؟ ابدا، ده تلمذ ايه؟ ناس كده وسبع. نمره خمسه، اكيلا وبريسكيلا، ودي نوع معين من التلمذه عن طريق العمل او الصداقه. يعني المجد في معرفه الصداقه، يعني الصحبه، يعني تلمذة جار أو صديق أو صاحب أو زميل. تلمذة جميلة، تلمذة عن طريق العمل والوظيفة والزمالة، لأن صناعتهما كان خيامين 18-13. طبعا معروف إن أكيلا وبريسكيلا بعد كده خدموا خدمة كبيرة جدا في أفسس، وهم اللي علمهم أبولس وشرحوا له طريق. يعني خدمة أفسس كلها قام بها أكيلا وبريسكيلا. مسألة مش مسألة الكترة، مسألة عناصر قوية تبقى في الايه؟ في الكنيسة. ده في أعمال 18-26-27 لما تعلموا أبولس في أفسس 18-26-27. في آية حلوة قالها بولس الرسول في رسالة الرومية نمرة ستة، يقول أوصي بأختنا فيبي، أوصي بأختنا فيبي خادمة كنخرية، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. رومية 16 مش عارف آية كام. نمرة واحد، في الرحلة الثالثة
نمرة واحد أيضا أساسها المتابعة والافتقار، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كور غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ 18-23. في حادثة مهمة جدا جدا حصلت لبولس الرسول اللي بتوري برضو نوعية الخدمة. يعني مثلا راح في بلد، هقول لك دلوقتي، راح في أفسس وهاجت البلد وقالوا الآلهة بتاعتهم، وده جاي كسر الآلهة ويعمل أرطميس الآلهة بتاعة أفسس، وحصل الدوشة. تفتكر بولس عمل ده في أيام بولس؟ يعني مثلا هل ممكن بولس يقعد سنتين يقعد مع شوية كده يتلمسهم والكتاب وسفر الأعمال يسميها مدرسة؟ يعني راح لم فلوس وأجر مدرسة، مدرسة إنسان اسمه كيران. فتح بولس الرسول مدرسة في أفسس للتلمذة بعد أن ترك الخدمة العامة، ساب الناس اللي عاملين دوشة والوعظ اللي على مستوى كبير والخناقات وبتاع، سابهم وراح يقول كده سفر الأعمال: وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس. تيرانس أعمال 19 آية 9. نمرة 3، خطاب بولس الرسول لأهل أفسس من ميليتس، ده كل الإصحاح 20 طبعا، هو نوع من التلمذة الواعية، وخاصة عندما قال: اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر كل واحد بأن أنذر بدموع كل واحد. ليل ونهار، إنما كلمة كل واحد دي تريلك إيه؟ إن دي كانت خدمة فردية ولا خدمة؟ أعمال 20-21. أنت بقرار الكتاب ده لطيف جدا، وعلم بقدوته التلمذة قدوة كمان حياة، لما قال لهم إيه؟ حاجاتي حاجات الذين معي خدمتها تاني اليدين، قد أريتكم كيف تتعبون وتتعبدون الضعفاء. فهي الإصحاح ده يعاوز يعني دماغ رايق كده ويقعد لوحده يلخص ويطلع النقط الجميلة دي، يشوف قد إيه هو خدم في وسط أفسس خدمة يعني فردية جدا. في الرحلة الرابعة أو الأخيرة، إذا كانت الرحلات الأبدية كانت رحلات متابعة بيورينا من إزاي كان بيدرس في مدرسة، فدي كان بيتلمس في السجن. نمرة واحد، كان له تلاميذ في الايه؟ السجن، يقول لك كتبت من السجن رمي على يد فلان. نمرة 2، فيلمون 1:12، برضه رجع عمل لمدرسة تاني فين؟ في روما، من 6 سنين يعني الأخرانيين في حياته، كان مشتغل. نمرة 3، فأقام بولس 2 سنين كاملتين. في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه إلى آخر كارثا بملكته. أعمال 28:30. ويمكن نقطة ثانية غير رحلات بولس الرسول، معلمنا مرقس الإنجيلي علم الإنجيل بتاعه هنا في الإسكندرية بطريقة الكتاب سؤال الجواب، يعني طريقة سؤال الجواب، وأنشأ أول مدرسة لو تجد. شوف العمل المرصد بالحلم، مش نسل كده لسه شوارع وخلاص، لكن ما تبدأ أن يخطب مجموعة ولا بيت وركز فيه، وابتدأ وهو راكز في البيت ده يعلم ويدرس ويطلع
ناس تفتين، يبقى كل واحد منهم ينفع بعد كده يكون ايه؟ يكون هو تلميذ المسيح. يوحنا الحبيب كان له تلاميذ معروف اغناطيوس في بوليكاربوس، كل التلاميذ طبعا، كل الرسل أصدر. ممكن نرجع شوية صغيرة بس في تاريخ الكنيسة بتاعتنا مثلا، نشوف قد ايه نشأت المدرسة الاشتراكية الأولى، نشأت الاشتراكية يعني عصرها المشبهة، كان عبارة عن 7 خمسة، كان بيربيهم مين؟ البابا المسيح الكرام. حتى لما كانوا كان بيصرف عليهم من فلوس اللي الفقراء، يعني المدرسة الاشتراكية اللي كان في الهزة العالم دي اللي انشأها البابا المسيح، كان عبارة عن 7 خمسة منهم أوريجاني، وكان بيصرف عليهم من فلوس الفقراء، وكان يظهروا في الكنيسة ويدرسوا ويعلموا ويتعلموا. أما في التاريخ بقى بعد كده مثلا، فتبص تلاقي مثلا من رجال الإيمان مثلا أثناسيوس تلميذ البابا الإسلامي، كيرلس عمود الدين تلميذ مين؟ بابا تسجيل خالد. بيقول لك كده بعد ما علمه ورباه بعت الدير عشان يتعلم هناك، وذا الدير هناك زي مثلا أكاديمية تانية يعني ياخد دكتوراه هناك. مفتكروش ان الأدورة كانت يعني زي ما الصورة اللي في ذهننا في العصور الأخيرة ان هي مكانها واحد يروح يعبد وخلاص وهم عايشين في عصر جاهل، لكانت أعلى مستوى من العلم والمعرفة. وعلى مستوى الرهبان أيضا دايما نسمع عن فلان تلميذ فلان، قديس إسحاق تلميذ الأنبنطوني، القديس تدرس تلميذ بخوني، أنبوسة تلميذ سنودة رئيس متاحة جديد، بطرس خاتم الشهداء تلميذ برضه إيسان. احنا عدنا ده كما فيه كتبنا مع التنين، انما ذكر التلمات كانت موجودة حتى يعني احنا في الايام الوحشة ربنا ما رجحهاش تاني، كان البطرك ليه تلميذ والمطران ليه تلميذ، وكانت فكرة تلميذ انه يشيل الشنطة يعني، لكن كانت لسه يعني فضل الصورة يا دوبك بتاعته الاسم يعني كل الشنطة يلبس اللبس بتاعه اسمع الخدمة بتاعه ده التلميذ بتاعه، لكن بقى كان التلميذ بتاعه كان بيربيه لدرجة انه قبل ما يموت يقول لهم فلان التلميذ ده في الطريق. شوف الدين كان بيبقى يعني واثق فيه تمام. والأنبا كسول تلميذ أنبا جمو. فلم تكن الكنيسة تهتم بالعدد بقدر اهتمامها بالنوع، ثم ما تبقى كنيسة مليانة المهم تبقى فيها ايه؟ نوعية. والمسيحية في طبيعتها حياة، نشربها ونعيشها، يعني لازم هي حياة لازم يعيشوها، عشان كده لازم يكون في تلمذ ونعيشها ونتتلمذ عن الذين مارسوها، نتتلمذ على الذين مارسوها. طبعا مش هقول لك بقى بستان الرهبان يكتب ايه يقول لك التلميذ ده عمل كذا وقعد يعلمه وقعد 7 سنين يعلمه الى اخر يعني. وحتى سفر نشيد الانشاد يوصينا ايه كده، ان لم تعرفي اياتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم ورع جدالك. شايفين مشي خطوه خطوه وتمشي ايه ورا على اثار الغنم، دي نشيد واحد بس مش عارف عايز. والاعتراف في الكنيسه في كنيستنا يعني هو نوع من التلمذة، وقراءة سير القديسين باستمرار في الكنيسة عشان نتمثل بإيمانهم، يعني نحط الصور حي، يعني القديسين دول دول مش ماركة واحدة، ده كل واحد كده بيعجبه، وصور القديسين اللي متعلقة دي تلمذة
واحد يحب الجديد ده ويحب الجديد ده مش بيحب يعني بيحب كده بيحب يعني بيشد ايه يتمثل فيه يمشي كتير. عاوز اقول اكتر من كده ان الكنيسه الاولى الموعظين الكنيسه الاولى الموعظين الكنيسه الاولى كان ايه كل موعوظ له ايه معلم دي اللي كانوا يسموه الشبين. شوف بقى الشبين دلوقتي النهارده ايه بقى ايه اللي بيمسك الشمعه في العروس مثلا راحت خالص المعالم بتاعته الشبين يعني له كيس. وصدقني في المعموديه لو تقرا الوصيه يتقرا للتعمد للاهل وللشبين ويقول له التاجر في الوزنات اللي خدتها ان الله سيطالبك مني ما اهملت عن تعليمك ودرست الكتاب المقدس وتلقين الايمان يعني مسؤوليه ايه خطيره جدا. واللي يقرا قصه الانبا دانيال وإيلوبيوس قطع الاحجار يعرف قد ايه قاعد يبكي الانبا دانيال عشان بس إيلوبيوس يرجع تاني لانه ضامنه لانه ضامنه قدام ربنا. فالشبين كان مهم جدا. والشماس في الكنيسة للأسف يعني الشديد طبعا هو عين الأسقف كان بيقولوا يحفظونا كان بياخد مسؤولية أفراد معينين مش بيلبس ثانية ويقعد ويصرخ في الكنيسة بس. والبيت المسيحي كان هو المدرسة الأولى للتلمذة. فعارفين الأم اللي جالها شاكر البطرس اسمه ايه اللي كان عمل بطرس وبعدين راح يقول لها يعني انا بقيت بطرس وهي قاعده تغزل قالت له عارف قالت له يعني انت جاي يعني انت اهتم بنفسك لان انت اصبحت مسؤول النهارده انت اصبحت مسؤول النهارده عن خدمه كبيره يعني ما تفرحتش كتير اكتر من انت بتتحمل مسؤوليه. نشوف الام الواعيه اللي بتعلم ايه. لا صحيح الام اللي بتاعتك واعيه جدا جدا مش عارف ايه يعني هي خابت الايام دي طبعا لان كل الاديسين دول كان وراهم امهات عظام. مش عارف الاسماعيل الانطوني ده اللي هو بتاع جد الانطوني مرقس الانطوني راح الدير فاتديه كان بيصلي مزامير اكتر من بتوع الدير. فلما راح الدير لقى مستوى الدير ايه قال له مستوى فرجع لامه ثاني فلطفته على مين؟ قالت له تجاه هنا ليه؟ قال لها لقيت الكلام انت مالك خليك في حالك شاور الام تقول كده لابنها خليك في حالك وانت تبقى كويس. مش ده انت تصلي ربنا تصلي مسلم ضربته على مين؟ ورجعته ثاني. يعني مش بتكلم علشان تروح تجي بس لكن شوف الوعي الروحي يعني كان البيت ده مدرسة مدرسة لأن أصل إشكال المسيحية إن هي حياة يعني دي مشكلة المسيحية الأيام اللي إحنا بنعاني منها. المسيحية طبيعتها حياة وكده الكنيسة لازم تعيش مع بعضها وتمارس الحياة المسيحية لكن ما تمارسش الحياة المسيحية فهي مش محفوظة. هيعمل إيه درس الدين بتاع المدرسة؟ هيدي شوية معلومات هيدي كل حكاية لكن مش هعمل حاجة أكتر. لكن أنا برضو بقول إن المسيحية حياة. فالنهاردة مشكلة يعني حتى الأم والأب اللي عاوزين الولد يروح مدرسة أحد يروح كده لكن هم ما يعيشوش في البيت عيشة يشربها الولد يتلمس عليه الولد يكلمه عن المحبة والبيت ما فيهوش محبة هيمارسها فين المحبة مثلا. وبعدين يرجع يقول لهم الولد الزميني ضربني في مدرسة يقول لك ضربك قلم اضربه 10. فيعني أصدقون احنا بنشرب من العالم ما بنشربش من الانجيل. فين الحياه المسيحيه؟ نعم عينه يعني يا يروح يشوف له الفقراء يلتقطهم يعرف حالتهم عينه في الحاجات الكويسه مش عينه في الحاجات الوحشه. يعني يقول له العيلة ديت محتاجة يا ابونا الاسقف
يقول له طيب يا ابني عاوز ايه؟ يقول له كذا كذا كذا. يقول له طب تروح تعمل كذا. فاهم؟ يقول له الولد ده بعيد كده عن ربنا والناس دول مش مهتمين بتربيه ابنهم. مش مهتمين بتربيه ابنهم كويس. يقوم يقول له طيب يا ابني تعمل ايه؟ اعمل له كذا كذا كذا. ومره كثير اتكلمنا كانت بتحكي عن الكنيسه. اصل كان في حته كانت وحشه قوي. يقول لك ايه؟ العيال يعملوا دوشة مثلا في الكنيسة. كانت طلعت موضة كده هي مستخدة شوية من الكنائس الغربية. يعملوا لهم مدارس أحد وقت القداس وسينما بتاع مثلا أو فيلم فمستحري. فالحكاية في مظهرها إيه؟ جميل لطيف. أدي إحنا هدينا الكنيسة والعيال اتعلموا لهم إيه؟ كلمتين. لكن نشوف بقى يطلع الولد بعد كده القداس بالنسبة لي إيه؟ غريب. لكن تعال على العكس بقى، ام واعيه كده ومسكه ابنها ودخلة الكنيسه. حتى الولد يعني ياخد على الكنيسه من ايه؟ من صور. انا مره كنت ايام ما كنا بنبني في الكنيسه بتاع بزور ناس مهندسين كبار وكده وسافرت مصر. صدقني دخلت البيت والعيال قاعدين يلعبوا ولا حتى الشكل الاسيب ده يعني لفت ايه؟ عيال كبار كده يعني السنة. يعني اهلي ما بيخشوش الكنيسه ما يعرفوش حاجه خالص. وبعدين تخش مثلا في بيت تاني بيت العيال بسرعة كده يجروا ورا ابونا ويبقوا فرحانين بيه وبتاع. فده كل ده بيجي من انعكاس من الايه؟ من البيت. فالبيت مهم جدا 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 جدا, جدا. فعلى رأي واحدة مرة كانت في محاضرة يعني كنا بنتكلم عن الحتة دي فكانت بتقول العيال دلوقتي مش تربية اهلهم، تربية الثلاجة. يعني بيجي من مدرسته يفتح الثلاجة ويغسل الأكل بتاعه وأمه بتشتغل برضه بتاع. فالمسيحية فقد حتة مهمة جدا جدا اللي هي ازاي يشرب الإيمان وانتصار المسيح. علاوة على عدم سلوك مثلا الأب والأم سلوك المسيح الكويس اللي هو يؤهلهم. طبعا التلمذة دي هندخلها في موضوع تاني دلوقتي اللي هو ممكن تحط له عنوان صغير الخدمة الفردية. اللي هي عصب الخدمة في الكنيسة، الخدمة الفردية. هي تلمذة طبعا بس بلغة العصر اللي احنا فيها نسميها برضو الخدمة الفردية.